الإنسان من غير أمل ما يقدرش يعيش. الأمل هو أساس الحياة، الأمل هو أساس السعادة. لو أنت فضلت واقف في مكانك ما بتتحركش، خايف من المستقبل، خايف من اللي هيحصل، خايف من غلطات الماضي، ما عندكش أمل إن أنت تقدر تبقى أحسن، ما عندكش أمل إن أنت تنجح، ما عندكش أمل إن أنت تلاقي سعادتك. طب إيه معنى الحياة من غير أمل؟ الأمل هو أساس الحياة، الأمل هو اللي بيحركك، هو اللي بيخليك مش واقف في مكانك، هو اللي بيخليك دايماً بتدور على الحاجة الحلوة، ولما تلاقي الحاجة الحلوة بيبقى عندك أمل إن أنت تحافظ عليها، وبيبقى عندك أمل إن هي تخليها أكبر وأحلى. أنا رأيي إن دايماً يبقى عندنا أمل، أمل في ربنا أول حاجة، وأمل في نفسنا إن إحنا نقدر نشوف النور اللي ربنا بيديهولنا. أقدر لكم يا جماعة إن الإنسان من غير أمل يبقى مش عايش. تصبحوا على خير.